لوفي ضد كايدو والمعركة ما بينهم جامدة جدا. هاكي جبار من الاتنين بيقسم السما لنصين. كشف دول قمر من جديد، تحول نيكو ماموش وإنوروشي لشكل السولونج بتاعهم، وبسرعة بنونية وبقوة جبارة منهم بيهاجم كلا منهم على جاك وبيري اوسبيرو بهجوم قوي جدا، بيهزمهم هما الاتنين وبيقف هما الاتنين منتصرين في المعركة وفرحانين. يا زعيم ما تبصش للقمر عشان ما تتحولش من جديد. لا ما تقلقيش عليا يا واندا، انا متصاب اصابات كتيرة فمش هتحول حتى لو بصيت. في معركة السطح ياماتو ومومونوسكي عمالين يبصوا للسما ومذهولين من اللي بيحصل. انا قرات ده قبل كده في مذكرات اودين. قرات ايه يا ياماتو؟ لما اتصدم روجا واللحيه البيضاء مع بعض في المعركه بيقولوا ان السماء انشقت برضه، وده كان دليل على قوه الخصمين. في الطبق التالت ايه اللي بيحصل بالظبط فوق يا جماعه؟ كل شويه السقف عمال يقع علينا ليه؟ كايدي ولوفي واقفين ضد بعض، ياماتو واقعه على الارض وعماله تنزف دم ومتاثره بضربه ابوها الاخيره. لوفي بيصرخ عليها ياماتو ساعد الواد الجبان ده انه يخرج من هنا. انت بتقول لي مين اني جبان يا لوفي؟ لو مش جبان يبقى اثبت غير كده وقاتل. خلاص اسكت انت بس، انا عارف انا هعمل ايه. الناس ما بتتغيرش في ثواني يا لوفي. ياماتو بتروح تركب على ظهر مومونوسكي. ما تقلقش يا مومونوسكي انا جنبك، واسفه اني سبتك قبل كده. كايدو واقف غاضب وبيشوف ياماتو ومومونوسكي عاوزين يمشوا من المكان، وبسرعه كده بيروح يهاجم عليهم. مومونوسكي مرعوب وخايف منه بيحاول يهرب، وياماتو بتصد ضربته اللي بتكون قويه جدا ومش عارفه تصدها. لوفي بسرعه هو كمان بيمسك كايدو من رقبته وبيحاول يبعده عنهم. لوفي بيصرخ على ياماتو انها تمشي من هنا بسرعه. انا عارفه يا لوفي انت عاوز انفرد بيه لوحده. لوفي بيضحك، ايوه يا ياماتو هو ده اللي انا عاوزه. مومونوسكي عمال يصرخ ويعيط ويقول انهاع من فوق. ياماتو اهدى وركز يا مومونوسكي، انت عارف ان التنانين بتعمل غيوم وبتطير عليها؟ مومونوسكي فعلا بيقدر يعمل غيوم وبيطير عليها. ايه ده الجزيره بتنهار ليه؟ هو ايه اللي بيحصل يا ياماتو؟ غيوم اللهب بتاعت ابي بدات تضعف، معنى كده ان قوه كايدو بدات تضعف هي كمان، وغيوم اللهب بتاعته مش قادره تشيل الجزيره وهتقع في اي لحظه. بس دي كارثه يا ياماتو، لان الجزيره دلوقتي فوق عاصمه الزهور في بلدوانو، ولو نزلت على بلدوانو هتدمر العاصمه كلها والناس اللي فيها هتموت كمان. مومونوسكي وقف هو وياماتو ومش عارفين يعملوا ايه. في حل واحد بس يا مومونوسكي. ايه هو يا ياماتو؟ قولي بسرعه. انت ممكن تقدر تعمل غيوم زي كايدو بما انك تنين يعني، وترفع بيها الجزيره للسماء. انت بتقولي ايه يا ماتو؟ ده انا لسه متعلم الطيران دلوقتي، وكمان انا ما عنديش القوه اللي عند كايدو دي. لا يا مومونوسكي انت صنعت غيوم لهب وواقف عليها كمان، معنى كده انك تقدر تصنع غيوم لهب انت كمان وتكون بقوه كايدو. وبسرعه يا مومونوسكي عشان ما فيش وقت. مومونوسكي واقف مش عارف يعمل ايه، والضغط شغال عليه من كل مكان. بلد وانو قدامه وخلاص على وشك الهلاك. في قلعه انغوشيما في القابو تحت في مخزن مليان اسلحه ومتفجرات، يعني لو قلعه انغوشيما وقعت على بلد وانو هيحصل انفجار جامد جدا وهتتدمر تماما، ومن الصعب جدا انهم يخلوا المكان كله في الوقت ده. لوفي وكايدو عمالين يهاجموا على بعض بهجمات قويه جدا بتزلزل المكان كله. الناس في عاصمه الزهور عمالين يرقصوا ومش واخدين بالهم من الكارثه اللي جايه عليهم. وفي طابق العرض كينج بيهاجم على الكل سواء من حلفائه او الساموراي، والساموراي مش عارفين يروحوا فين هم كمان. فرانكي واقف على جنب وفجاه بيلاقي اللي بيطير يمته وبيخبط فيه. ايه ده؟ زورو؟ زورو انت بخير؟ ايوه يا فرانكي شكرا انك مسكتني. ايه اللي بيحصل معاك؟ اللي اسمه كينج ده قوي جدا، طب انت محتاج مساعده؟ لا مفيش داعي. زورو بياخد انفاسه بصعوبه وهو واقع على الارض. في اليمة الثانيه بنشوف كوين. ايه اللي بتعمله ده يا كينج؟ كده قطعت ديلي؟ يا راجل ديلك بس، يا ريتني كنت قطعت رقبتك بالمره. كينج بيتحرك وماشي في اتجاه زورو وفرانكي. زورو معلش يا فرانكي بس لازم تبعد شويه. تمام ماشي ربنا معاك. كينج بيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيطير اتجاه زورو بسرعه جدا. زورو بيستعد هو كمان ومستني كينج، وبيحصل تصادم بين الاثنين جامد جدا، لكن برضه قوه الدفع والسرعه كانت عند كينج، وبيطير زورو بعيد وبيخبطه في الحيط كمان، وبيهاجم تاني في نفس اللحظه على زورو، وبيخرجوا هما الاثنين بره القلعه. وبسرعه فائقه من زورو هو طاير بيهاجم على كينج وبتيجي فيه، بيلحق زورو نفسه وبيقف على الارض قبل ما يقع في بلدوان، وبيقف كينج وزورو في وش بعض من جديد. بنشوف كينج وهو متصفي القناع بتاعه، وبيظهر انه انسان زينا كده مش وحش ولا حاجه. داخل القلعه وفي غرفه الضيوف تحديدا بنشوف عملاء السي بي وهم بيبلغوا عن التنين الجديد اللي ظهر من شويه ده. اكيد الفاكهه دي اللي صنعها فيجا بانك اللي قلنا عليها اختراع من اختراعاته الفاشله، بس حاليا التنين في صف الاعداء، هو بيقصد انه في صف لوفي يعني. سيبكم من التنين ده، المهم جهازه. في حاله ان كايدو خسر فحكومه العالم هتفرض سيطرتها على بلد وانو، وهتكون تابعه للحكومه العالميه. وفي اسطول من البحريه متجه يم بلد وانو حاليا وهو
جاي لكم دلوقتي في حالة ان كايدو خسر ولا حاجة. واذا كايدو مخسرش ففي مهمة واحدة ليكم بس هتعملوها، هي انكم هتقبضوا على نيكو روبين حالا. في اليمة التانية بروك بيهاجم على اتباع كايدو وروبين بتشجع فيه عشان مش قادرة تحارب. في الخارج الغيوم مش عايزة تظهر يا ياماتو، اعمل ايه؟ لازم تحول اكتر يا مومونوسكي، بلد واني كلها بتعتمد عليك. مومونوسكي قلقان وعمال يحاول لكن برضو الغيوم مش عاوزة تظهر معاه. ياماتو بتسيبه وبتطلع لفوق للسطح وبتعرفه انها تروح ترمي شوية من الكنابل اللي في مخزن الاسلحة عشان تقلل الضرر في حالة ان نوغيشيما وقعت ولا حاجة. في طابق العرض كوين بيهاجم على سانجي، سانجي بيحاول يصدها وعمال يهاجم عليه ومش عايز يسيب له فرصة خالص، وبيكون عاوز سانجي ان يستخدم بدلة جيرمي ويحاربه بيها، وسانجي بيرفض طبعا وبيقول له ان كل ما بيلبسها بيحس بشيء غريب في جسمه او اشياء بتتغير من جواه. كوين بيهاجم على سانجي بالليزر بتاعه، سانجي بيتفاداها وبيطير يضربه ضربات سريعة ورا بعض بتطيره بعيد، لكن كوين مش سهل برضه، بيقف تاني وبيبدل تطور الهجين بتاعه لقوة الوحش بتاعته وبيقف بالطول. وفجأة بنشوف رقبة كوين بتخرج من جسمه وبتلف حوالين جسم سانجي. الساموراي وسانجي كلهم مصدومين من الهجوم ده، ازاي يخرج راسه من جسمه؟ بيفضل يضغط على سانجي برقبته وعاوز يحطمه. كوين عاوز سانجي يستخدم تقنية الجيرمي، معرفش ليه بس اكيد في سبب ما هو عاوز يعمل كده، لكن برضه سانجي بيرفض. وفجأة تاني بنشوف بقية جسم كوين بيهاجم بدفع منه لكن بتيجي في كوين ذات نفسه، وسانجي بيتحرر بس بيكون متكسر على الاخر وبيقع على الارض. بعدها بشوية بيرجع جسم سانجي زي الاول، سانجي جسمه بدأ يتغير زي اخواته، ممكن دي كانت قوته الاصلية بس كانت عاوزة تتمشط ولا حاجة. بيرجع كوين لشكله الهجين بتاعه وبيطلع السيف وبيضرب بيه رقبة سانجي، لكن وفجأة والمعجزة اللي ما كانش حد مصدقها، سانجي كسر السيف برقبته من شدة صلابة جسمه. الكل واقف مصدوم ومش فاهمين ايه اللي بيحصل ده. بيقول كوين انه فاكر ان ابوه اتكلم على حاجة زي كده قبل كده، زي صلابة الجسم والتعافي السريع وتكون مشاعرهم باردة جدا. سانجي اول ما بيسمع الكلام ده بياخد بعضه وبيطلع يجري. سانجي رافض فكرة بس انه يبقى زي اخواته لان اخواته زي ما احنا عارفين كلهم قتلة. الكل عمال يضحك عليه وبيهاجم عليه في نفس الوقت، وكوين عمال يهاجم عليه بالليزر بتاعه هو كمان. في اليمة التانية بنشوف البيج مام وهي عمالة تهاجم على كيد، كيد واقع على الارض ومش قادر يتحرك. لوبي يصرخ على كيد انه يتفادى هجومها لكن ما بيتحركش برضه، لحد ما لوبي يطير وبيهاجم هو عليه بالصعقة بتاعته، لكن ده برضه ما بيكونش كفاية انه يوقف البيج مام، وبتنزل بالسيب بتاعها على كيد وبترجع تقف قدامه من تاني، وكيد مرمى على الارض قدامها وما بيتحركش. بعد شوية بيفوق كيد بعدها وما بيكونش فاهم حاجة ازاي الهجمات دي بتجيله كل شوية، وبتيجي كمان هجمة لكيد في جسمه ومش عارف الهجمة دي جات له منين. في الطبق التالت كيلر ضد هوكيز، هوكيز عمال يضرب نفسه في الصخور اللي جنبه وكيلر واقع على الارض وعمال يقول له بطل اللي انت بتعمله ده، لكن برضه ما بيبطلش وعمال يضرب في نفسه لحد ما بيقف وبيفضل يتريق عليه وبيقول له انه مش مصدق ان شخص زيه كده اكل فاكهة سمايل. وبنشوف كمان اعضاء الطاقم بتاعهم واقفين حواليه وعاوزين يساعدوه لكن برضه كيلر بيرفض. بيروح هوكيز وبيضرب كيلر وكيلر ما بيصدش هجومه ولا حتى بيهاجم عليه، وبيقول في نفسه ان هدف كيد ان يهزم يونكو لان الشخص ده احلامه كبيره جدا. هوكيز بيقول ان الاشخاص اللي زي دول ما بيتهزموش وانهم عندهم قوه جباره جدا ومن الصعب جدا ان حد يفكر يهزمهم اصلا. بيقف هوكيز وبيطلع السيف بتاعه في ايده وبيكون عاوز يقطع دراعه الشمال. بيساله كيلر هيحصل ايه لو اتلقيت انت الضرر بدل الشخص اللي انت معاك الروح بتاعته. بيقول له هوكيز انا مش عارف انت بتتكلم على ايه، لكن طالما معايا روحه فاي ضرر اتلقاه في جسمي او في اي مكان اتعور فيه صاحب الروح هو اللي بيتصاب منها وفي نفس المكان كمان. وبسرعه كيلر بيروح هو يقطع دراع هوكيز الشمال، بيصرخ هوكيز على دراعه اللي انقطعت وفجاه بتخرج منه روح القائد بتاع الكيد وبيقول له هوكيز انت كده برضه قطعت دراع القائد بتاعك. بيعرفه كيلر ان دراع كيد الشمال مقطوع اصلا وبيتحول هوكيز لقوه الوحش بتاعته وبيهاجم على كيلر، لكن كيلر بضربه واحده وبسرعه جامده بيقدر يقطع وحش القش بتاعه، وبسرعه تانيه بيهاجم على هوكيز وبيقدر يقطعه وبيهزمه اخيرا. وكيد بيستعيد قوته من جديد وبيكون سعيد جدا. في اثناء الوقت ده بنشوف ابو والعمالقه الثلاثه واقفين مع دريك وبيكون عاوزين يتعاونوا مع دريك عشان يهزموا كايدو، وبيوافق دريك في الوقت ده. بس في الطبق الاول نامي وقص راكبين على الزرافه دي وعمالين يهاجموا على اتباع كايدو، وفجاه بنشوف نص جسم عمال يجري وبيطلب المساعده. ايه ده؟ مش ده بيشبه كيمون؟ بيجري قص بسرعه وبيمسك فيه وبيطلع ان ده كيمون فعلا. بيساله انت فين؟ لكن ما بيكونش كيمون سامعه عشان ودانه بعيد. بيعرفوا مكانهم وبيقول لهم روحوا هناك وبيلزق في الزرافه وبيمشي بيه. بنشوف كيمون وهو شبه ميت وبيقول ان جسمه ما اتلصقش كويس بعد ما لو قطعه وانه لازم يدور على شخص ينكس كيكيو. وكمان بتشوف كانجورو اللي بيكون لسه عايش، وأوروتشي كمان بيطلع عايش هو كمان وبينادي على كانجورو وبيقول له ان جه الوقت ان يقفل ستار المسرح وانه لازم يرسم النار
الأخبار المشتعلة لعائلة الكروزامي، وبيمكن جرو هو متصاب وبيبدأ يرسم، وبيرسم وحش ناري كبير جدا على شبه السلايم كده، وبيأمره انه يمشي ويولع في القلعة كلها، والسلايم الناري ده ماشي وعمال يحرق أي حاجة في وشه. الأخبار بتلف القلعة ان في وحش عمال يولع فيهم، وفي اليمة التانية بروك وروبيل بيقتلوا أتباع كايدو اللي واقفين قدامهم، وفي نفس الوقت بيبدأ السي بي يتحركوا للقبض على روبيل، وماركو بقى الأغمادي التسعة بيقتلوا هم كمان، وأعضاء طاقم قبعة القش كل واحد منهم قدام الخصم بتاعه. أوروتش قاعد على جنبه وبيقولوا إن عارف إن في مخزن أسلحة ومتفجرات ضخم في القابو تبع القلعة، والوحش الناري متجه لهناك وهيفجره كله، وهيفجر قلعة الغشيمة معاه. وياماتو هي كمان متجهة يمة مخزن الأسلحة، والبيج مام عمالة تهاجم على وحش كايدو اللي صنعه بقوته، وبتقدر بضرباتها دي إنها تحطم الوحش بتاع كيد وبتخرجه منه. بيفتكر كيد ذكرياته هو ولو، وبيسأله أنت أيقظت الفاكهة بتاعتك ولا لأ؟ ولو بيرد عليه أيوه أيقظتها، لكن مشكلتها إنها بتاخد طاقة الجسم بشكل غير طبيعي. بنشوف لو هو بيعمل روم حوالين المكان وبيضرب البيج مام بيه، وبتكون ضربته قوية جدا وبيوقع البيج مام على الأرض، لكن برضو البيج مام بتقوم تقف تاني وبتهاجم على لو، وكل ضربة ليها بتدمر في المكان كله. المعركة مشتعلة بين الكل، لوفي على السطح والضربات بين الاتنين مزلزلة المكان كله، وكل عمال يقاتل ويحارب من أجل البقاء. يا ترى إيه اللي هيحصل بالظبط؟ وهل قلعة أونوغيشيما هتتدمر ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. ما تنسوش الاشتراك واللايك يا جماعة، ويا ريت ما تطنشوش بعد إذنكم، والله بيفرق مع كل صانع محتوى عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو مش اكتر. وشكرا لكم على الفيديو اللي فات، وشكرا لكم دلوقتي، وما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.